انا هدخل معاك عشان اعرفك فين الشمال وفين اليمين. هدخل معايا بلبسك الميري ده؟ عادي. بقولك ايه يا يوسف، خليني اشتغل بطريقتي. مستعجل على الشغل قوي كده ليه؟ بكره الباشا بتاعنا هيريك شغل. ولا يهمني، بيني وبينك انا اللي يهمني حاجه واحده بس، ان انا اجيب تقدير حلو قوي في الليسانس السنه دي. ربنا معاك ابو صلاح، بكره تاخد الحقوق وتعلق الدبوره وتنسانها يا عام. عيب يا جدع، ان شاء الله انت اول واحد تتعلق. سلام يا يوسف. خلي بالك على نفسك ابو صلاح. ها طب انجا وكده. امان امان. سلام سلام. صفاء فين يا أم؟ خضتني يا اخويا. صفاء فين يا أم؟ بايتة عند خالتها. ايه مالك؟ وتخليك بات عند خالتها ليه؟ وفي ايه انا لما تبات عند خالتها؟ يا اخويا ما تخافش على اختك، اختك تشرف في اي حته تروح. روح نام انت بقى. نام، هكلم خالتي الاول. وسيبيها تبات بره ليه؟ ما عندناش بيت. الو. ايوه خالتي. ايوه يا صلاح. لا يا حبيبي نايمة. هو في حاجة؟ لا ابدا، كنت بطمن عليها. طيب يا صلاح تصبح على خير. وانت من اهلي بتقولي نامت نامت. ما هو مش معقولة يا خالتي 24 ساعة بيراقبني، بجد بقت حاجة تخنق. خايف عليك يا بنت. خايف عليا من ايه؟ هو انا عيلة صغيرة؟ اتصل وعرف ان انا عندك، ايه لازمته بقى خلينا اكلمها؟ مش مصدق يعني ولا ايه؟ والله ما خدت بالي، ده يبقى واد قليل الادب لما اشوفه. لو النبي يا خالتي ما تتكلميش معاه، احسن يعمل من الحبه قب، ده بيراقبني في البيت وفي الجامعه. طب يلا نامي تصبحي على خير. انت من اهله. لو عوزتي تاكلي ما تتكسفيش، اندهي عليا انا صاحيه. حاضر. ايوه يا خالد، بقول لك ايه، انا مش هعرف اكلمك دلوقتي، خالتي صاحيه وصلاح رايح جاي يتصل، فلو لقى التليفون مشغول هيطين عيشتي. لو سهران شويه ممكن اكلمه.